اه يا ليلي اه يا لول، هيدا حمص هيدا فول. رايحين جايين الاولاد والكبار والصغار. عمو سامي غرقنا، عمو سامي اكثر شيء بس كتر لهم الزيت غرقنا عمو سامي. بس حلوه مهضومه. هون محل الحاج سلامه معروف بكل لبنان، الحاج سلامه الوالد من فلسطين من مدينه يافا، كان عنده فكره فيها للمصلحه من هون من البلد هنيك، واجا فيها الفكره هون، استاجر المحل بسنه الخمسين وبلش كان بالفلافل هون، كان على بور بيروت يبيع فول الصبح، بس صارت الحرب الأهلية رجع صار يبيع فول وفلافل هون بهالمحل من هيداك الوقت، من الحرب الأهلية من 76 لهلا. يعني الغني والفقير وكل الطوائف وكل الجنسيات بإذن الله بيمرقوا لعنا، وصحاب نحن والكل. أنا صار لي باكل هون تقريبا شو 33 سنة 32 سنة، لما كان عمري 7 سنين عيام والده لسامي، كان والده اسمه أبو الفقير، شو ما تجيبي له يعطيكي 250 500 شو ما تعطيه يعطيكي، ما يعني ما يردك خايبه. فتت على المصلحه تقريبا بال 95، بي بس كبر بالعمر وهو قال لي انزل معي منشان ساعدني وسلمك الشغل، وبس كبر ابن علي علمته ودربته على المصلحه بالجامعه، هو عم بدرس هندسه معماري. انا علي ابنه لسامي وباذن الله مكمل بالمصلحه، واهلا وسهلا فيكم. أول مرة نزلت أنا فيها على المصلحة لقيت صعوبة شوي فيها بتحضير الأكل، الفتة كانت أصعب شيء لأنه فيها كتير يعني مكونات وبدها تحضير مظبوط. على طول الطحينة كنت أنسى أحطها. يا ما كنت بطعمي عالم فتة بدون طحينة، بس بعدين خلص الحمد لله مشي حالي. نحن بالنسبة لنا كفلسطينية سلاحنا هو علمنا، يعني أنا دارس بكالوريا تانية رياضيات وولادي كلهم متعلمين مخلصين جامعة، بعد ما نتعلم ونخلص جامعة الشغل مش مهم شو ما اشتغلنا، سواء هندسة ولا دكتور ولا غير هيدا ولا بأي مصلحة تانية، المهم يكون شغله بالحلال وبس. يعني أنا كطالب هندسة صراحة يعني حبيت الهندسة ما بقول لا، بس هاي سبحان الله يعني متوارثة من الجد للأب لإلي إن شاء الله بحب أكمل فيها.